أوه يا أخي، الحين مع نظام ذكاء الأعمال صار الموضوع أسهل بوايد لمتابعة واستخراج التقارير المالية ومؤشرات الأداء واتخاذ القرارات بشكل أسرع بناء على ذلك. لا، وبعد يعرض البيانات بطريقة رسوم بيانية وإحصاءات بشكل تلقائي وذاتي من خلال لوحة تحكم في نظام موارد، ونقدر نستخدم النظام بعد عن طريق الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وبيمكن الموظف من إعداد التقارير حسب احتياجات العمل دون الحاجة للرجوع للتقنيين. هي، وهذا النظام بيكون لجميع جهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان،